مرحبا. في عم نحكي سياسة نقارب الملفات الشائكة، نشرحها، نبحث عن أجوبة، ولربما من خلالها نصل إلى حلول. حلقتنا اليوم تلقي الضوء على واحد من الملفات التي تهدد لبنان، النزوح السوري وتداعياته على مختلف المستويات، سياسية كانت أمنية اقتصادية أو اجتماعية. بالأرقام، كلفة النزوح بلغت منذ اندلاع الأزمة في سوريا 18 مليار دولار تكبدتها الدولة اللبنانية، والأرقام إلى ارتفاع إذا لم تحسم الدولة أمرها وتعالج الأزمة على طريق بدء عودة النازحين الذين تبين أن ما لا يقل عن 40% منهم هم من النازحين الاقتصاديين، وهذه ليست أرقامنا، إنها أرقام البنك الدولي. أعباء تضاف على الأعباء التي يتكبدها المواطن جراء تحمله ضرائب جديدة، فهل في النهاية ستبدأ المعالجة أم أن اللبنانيين سيبحثون عن وطن بديل كما قال يوما رئيس الجمهورية السابق العماد ميشيل سليمان؟ بدي رحب بحلقتنا هيدا النهار بالكاتبة والصحفية والمرشحة عن مقعد الأقلية في بيروت جمانة حداد. أهلا وسهلا فيك بهالحلقة. شكرا. وأيضا بدي رحب برئيس المؤسسة المارونية للانتشار المرشح عن المقعد الماروني بكسروان الأستاذ نعمة فريم. أهلا وسهلا فيك. مع ضيفينا رح نبحث معهم بأزمة النازحين والأوضاع الاقتصادية، كما هناك ثلاث عناوين أخرى نتطرق لها، هي التشدد، دور المرأة في السياسة، وما هو البرنامج الانتخابي الأمثل الذي يحمل حلولا لأزماتنا المزمنة برأي ضيفينا. أهلا وسهلا فيكم. بدي بلش منك مدام جمانة. اليوم إذا بدنا نبلش من أزمة النازحين يلي هي أولوية الأولويات وعلى كل لسان بالبلد، بتشير التقديرات إلى أنه نصف سكان لبنان أصبحوا من غير اللبنانيين وتحديداً من النازحين السوريين. برأيك شو هي خارطة طريق إعادتهم إلى دولهم، وتحديداً إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم؟ تفضلي. نعم. بداية بحب أقول شو اللي برأيي ما لازم ينعمل، وهو إعادة هؤلاء من دون ما نأمن لهم مخرج آمن بعيدا عن البراميل يلي عم يرمي عليهم النظام المجرم الدكتاتوري تبع بشار الأسد. فمش مقبول إنسانيا أنه نرجع نردهم على هيدي المناطق، ولكن كمان هيدا ما بيعني أنه قادرة دولتنا تتحمل وزر وجود هؤلاء. الحل برأيي هو بداية ممارسة ضغط هائل وجد على المجتمع الدولي وعلى الأمم المتحدة بغية إيجاد حل لهؤلاء، سواء يا أما بمناطق آمنة بسوريا وهي موجودة، يا أما بمناطق أخرى. ولكن للأسف المجتمع الدولي دايما بيبحث عن أهين الحلول بالنسبة له وبيرميها على غيره. بالضبط، أي تجاهل هؤلاء وتركون بهالوضع بلبنان أو بالدول الأخرى يلي منا قادرة تتحمل. أنا بعرف أنه بألمانيا استقبلوا كم ألف، بتحسيهم ربحوا الدنيا جميلة أنه استقبلوا كم ألف. فكم بالأحرى بلد صغير مثل لبنان هالقد في عليه ضغوط، هالقد في عنده مشاكل اقتصادية وحياتية، المواطن يرزح تحت ثقله، كم بالأحرى هيدا البلد قدر يتحمل مليونين؟ يعني الحل هي ممارسة الضغوط على المجتمع الدولي لإيجاد مخرج آمن لهم إلى مناطق آمنة أو إلى دول أخرى. طيب بدي أنتقل لأستاذ نعمة. اليوم أكثر من 80% من الأراضي السورية أصبحت تحت سيطرة النظام، طبعا حسب التصريحات للنظام ولحلفائه الروس وغير الروس، وهناك مناطق خفض توتر. أليس اليوم الوقت يعني مقاتل لبدء عودتهم؟ تفضل، عندك دقيقة. هيدا يلي عم نشتغل عليه، مثل ما بتعرفوا انا كنت بالاي دي سي ان ديفنس اوف كريستيان، هيدي المؤسسه يلي اسسناها من 4 سنين يلي بتشتغل على كيف تخلق لوبينج مشان مصالح الاقليات في الشرق، وبذات الوقت عم تطلع على هالسنه على وضع السوري بلبنان. نعتبر انه في تهديد كتير كبير بوجود هالعدد من اللبنانيه بلبنان، من السوريين بلبنان. ثلاث اخطار كبيره. نعم. واحده منها على البنى التحتيه، مثل ما بتعرفي الوضع الاقتصادي عم تخلق حوالي 7 مليار دولار بالسنه كلفه وجودهم على على خزينه لبنان. اثنين، عندنا خلل ديموغرافي كثير كبير ما بتعرفي اي متى بينتهي، مثل ما صار معنا بالسبعينات
مع وجود اللاجئ الفلسطيني واندلاع الحرب اللبنانيه، والثالثه هن بؤر ارهاب معقول يكونوا، معقول يكونوا، مش عمول هن هيك، لانه هالعذاب اللي عم يتعذبوا في واحد يستفيد منه. وفي هلا بعض حالة تجارب اثبتت كان في خلايا نائمه ببعض الاماكن، بس اذا ما عاد دقيقه ونص تقلك بالرجعه بسوريا نحن عم نشتغل انه اليوم في مناطق امنه، هل عم تسميها انت صارت مناطق امنه ان كان بالشمال وان كان بالجنوب، يعني على حدود تركيا وعلى حدود الاردن، يلي بخوفني. وهيدي الصرخه اللي طلقتها بامريكا هلا وهلا عم بطلقها من هالمنبر، اذا فاتنا هالقطار، وهو شو اسمه هذا القطار؟ قطار هو عوده اللاجئ السوري من تركيا الى مناطق الامنه اللي فاتت عليها الجيش التركي، واللاجئ الاردني دخل على سوريا، اذا فاتنا هالقطار ما عدنا اللبنانيين بالسوريين بلبنان الى هالمناطق الامنه رح يبقوا عندنا. من هيك باسرع وقت ممكن بدنا نفوت على مشاورات الاستانا، مفاوضات الاستانا كلبنان، تنقول مثل ما وصلتوا على النقطتين بدكم توصلوا على منطقه امنه للاجئ السوري اللي من لبنان. يعني يكون في دور ووجود للبنان ليحافظ على حقه، بحفظ حقه انه ما يبقوا النازحين السوريين اللي عم بيطرحوا كثير منطقي وكثير واقعي، وعم بيحكي فعلا عن وقائع مخيفه. تفضلي. نعم، الشيء الوحيد يلي ممكن يخوفني بهيدا الكلام هو عامل السرعة، مثل كأنه في سبق. ليه بخوفني؟ بخوفني لأنه ساعتها ممكن نوقع بتعريض هؤلاء كمان لأخطار هن هربانين منها. ما حدا هرب من بلده برضا. كتير مهم نعلن حالة طوارئ بلبنان كرمال لنقدر نوصل لنتيجة وحل، برجع بكرر، آمن لهؤلاء. وبالوقت ذاته مفروض يكون في عنا حكومة متجانسة ما أنا موجودة تتعلن موقف موحد من هذا الموضوع. ما عنا بدولتنا موقف موحد، فكيف بدنا نقدر نوصل لحال طالما ما في موقف موحد؟ وكيف بدنا نقدر نمارس ضغوط على دول كتير عندها مصالح بلبنان وفيها تساعدنا؟ بس وين عامل السرعة عذرا بعد 7 سنين من الأزمة يلي عم تلحق الكاهلة؟ بالعكس صار الوقت. لا لا، عامل السرعة بمعنى نلحق حالنا قبل ما يرجعوا يلي راحوا على تركيا، وقبل ما يرجعوا يلي راحوا على الأردن، لما يكونوا يقصد منسيين في لبنان ويترى. أنا طبعا نعم، انا بعتبر فضل. انا بعتبر عامل السرعه هو سبب العامل الوحيد معقول ننجح فيه. اذا ما مشينا بسرعه بقيوا عنا، لانه اللاجئ السوري يلي بتركيا هلا عم يرجع، واللاجئ يلي بالاردن هلا عم يرجع. اذا هالثلاث اشهر انحلت مشاكلهم وما انحلت مشاكلنا بينسونا. بعدين ثاني موضوع، بالدراسات المبينه عم يقبض العائلة السورية بقلب لبنان حوالي $300 بالشهر، أما العسكر السوري الضابط السوري بسوريا بيقبض $60 بالشهر. سو عمليا هني ما بدهم يرجعوا بقى، ماليا مستفيدين اقتصاديا. من هيك نحن عنا عامل الوقت كتير مهم. إذا هالضغط العالمي يلي مش بس بشغلنا، شغلنا أقل شيء، شغل تركيا والأردن أكتر بكتير، إذا ما استغلينا هالمومنتوم حلينا مشكلتنا، أنا كتير بخاف أنه ينسونا إياهم عنا، وهذه كارثة. على كل حال، كل ما تغدق علينا المنظمات الدولية من إغراءات وعود تتبقيون على الأراضي اللبنانية والخوف من تجربة طبعا الماضي. بدنا ننتقل للمحور الثاني بحلقتنا. يعني بدي أذكر أنه نحن كل محور عنده كل ضيف دقيقة ونص ليجاوب عليه، والرد على بعضكم كل واحد دقيقة من الوقت. رح ننتقل لموضوع ثاني لا يقل أهمية بالشق الاقتصادي، الضرائب اليوم الجديدة. فرضت اليوم الضرائب لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، ولكن حتى يعني جابت زيادة أموال عن المطلوب لسلسلة الرتب والرواتب، ولكن ماذا عن الإصلاحات الفعلية التي تقفل أبواب الهدر والفساد أستاذ نعمت، وفعلا بتغذي خزينة الدولة؟ وشو الخطة لمكافحة هذا الهدر؟ وبالتالي هل ساعتها إذا تم مكافحة الهدر تمول السلسلة؟ تفضل. أول شيء أنا بقول لك الضرائب مش بس لتمويل السلسلة، الضرائب لأنه في ضغط كتير كبير عالمي من البنك الدولي بيقول نحن حنخفض بعد اكثر واكثر المستوى الائتماني تبع لبنان، يعني عمليا رح ننزل تحت السي ماينس اذا رح نكفي بالعجز مثل ما هو، مجبورين تاخذوا قرارات جوهريه تتامنوا مداخيل الى الخزينه. ها واحد. اثنين، انا بنظري بمجرد ما نبلش بالضرائب، هالحديث اللي عم بيصير وهالضغط اللي عم بيصير انه على السياسيين اللي اخذوا هذا القرار هو الاكبر محفز من الشعب انه بلشوا اشتغلوا على وقف الهدر، لانه هالمره عم تسرقوا منا نحن، عم تشيلون اياها من تمنا، من اكلات اولادنا، مع انه هن عم يعملوها من زمان، بس لانه عم يتدينوا
ما حدا عم بحس، هن عم يتدينوا لاولادنا ولاولاد اولادنا، بس ما عم بحسوا الشباب لانه مش عم تطلع من جيبتهم اليوم، اما هلا عم تطلع من جيبتنا. والضريبه مسؤوليه، نحن عم نعطيك هلا نيه، صرنا نوع من عينيه، دعم عيني للدوله اللبنانيه من قبل كل مواطن، اذا بتسرقها بدي اقتلك، بدي فوتك على الحبس، بدي اعمل مظاهره لانه عم تاخذ لي اياها من ابني. من هيك نحن بدنا نقول بتبلش المحاسبه الفعليه، بس نبلش ندفع ضريبه من هذا النوع. نحن بدنا نقول للكل يا شباب ما بقى تكذبوا علينا، دقيتوا باللحم الحي، دقيتوا باللحم الحي، اذا ما رح تشتغلوا على الهدر على السرقه الموجوده، نحن بدنا نيجي نحاسبكم ونعلق مشانق. برايك في امل يشتغلوا على وقف بزريب الهدر والفساد والسرقه؟ لانه معلش بفوتوا على البرلمان او على الحكومه شيء وبيظهروا شيء، بيظهروا حيتين ميل، إيه؟ يعني عم نعرف وين عم بيكون الهدر والسرقه. تفضلي. صحيح، انا يعني للاسف، ولكن الحياه علمتني والواقع اللبناني علمني اني ما اتشارك معك استاذ نعمت هذا التفاؤل حيال حسن نيه هؤلاء، يعني يلي هن بالطبقه السياسيه، او قدرتنا على اجبارهم على انه يحسوا معنا او يحسوا بضغط، لانه هيدا الضغط يمارس من فتره من قبل المواطن، ومنا اول مره عم يدفع المواطن اللبناني ضرائب، نحن عم ندفع ضرائب، ولكن هيدي الضرائب يلي انفرضت هي نوع من هروب الى الامام. عندنا 80 مليار دولار دين عام، ليش؟ انا دائما بسال نفسي ليش مثلا وقت الـ 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 الوزير السابق جورج فريم وقت كان وزير للكهرباء طرح خطه لوقف الاهدار بموضوع الكهرباء، ليش ما قبلتها الدولة؟ طبعاً مثل بمكانه. يعني المشكلة بعتقد بتبلش بإصلاح الفساد. هلأ طبعاً صار أمر واقع موضوع الضرائب، ولكن مثل كأنه عم نضحك على المواطن والمواطن ما بقى ينضحك عليه، أنه نحن زدنا لك معاشاتك بس نحن عم ناخذهم منك من غير ميلة، وهذا هرب إلى الأمام وغير مقبول نهائياً. حل الموضوع الأزمة الاقتصادية يتم بإيجاد حلول قاسية وصارمة للفساد بالدولة اللبنانية، وأن تصير تطلع أموالها من المؤسسات العامة تبعولها وعندها قدرة تماما إذا ما سرقت. يعني منشوف نحن وقتا قال حكى عن وفر بالموازنة، طلع لا راح هيدا الوفر وصار في زيادة بالموازنة. أنا بدي أقول لك شغلي، أنا بعتبر أنه موازنتنا صار لها سنين عاجزة. ليش عاجزة؟ لأنه كل شيء بنعمله بلبنان بنجمع مصاري وما بنوظفهم بالبنى التحتية ندفعهم فوائد. اللي صاير عندنا نحن اليوم السنه عندنا عجز 5.5 مليار دولار، قد الفايده اكثر من الفايده، كله هيدا عم يروح من وين؟ مش عم نقدر نوظف البنيه التحتيه، ما عم تشوفوا يا شباب صح مدام ستات، طالما نحن اليوم عم نحكي عن ومن دو بوليتكس، كيف لبنان ما بقى يشبهنا؟ ليه ما بقى يشبهنا؟ ليه صار هالقد بشع؟ ليه صار هالقد في عجز سير؟ ليه ما بقى في كهرباء؟ لانه مش عم نقدر ندفع بالبنى التحتية، عم نجمع مصرياتنا وندفعهم فوايد. من هون بقلك في خلل عم ندفع حقه اليوم. أنا بقلك لو ما صار في خلل، لو ما ركب ما عملنا 5 مليار دولار ندفع فوايد ما بنعمل ضرائب. أما اليوم للأسف هالورثة الكبيرة 20 سنة فساد، 20 سنة هالقد قلة احتراف، وصلنا لهون. هل برأيك كمان هالورثة رح تضلنا حاملينها؟ لأنه ما في وعي، ما في وعي، يعني ما في إرادة وما في قرار. بعتقد وجودنا هون هو بداية لازم يكون لقرار الحل، ولكن منا بس نحن عم نطلع هالمصاري وندفع فوايد، نحن عم نطلع هالمصاري وننسرق. هيدي بدي شدد عليها، انه ما انا بس قصه فوايد، في سرقه، في سرقه ممنهجه عم بتتم من قبل بعض اطراف السلطه للمرافق العامه. انا الشيء الوحيد اللي انبسطت فيه بهالضرايب هو انه صار في ضرايب على المخالفات على الاملاك البحريه، هيدا شيء معيب، طبعا ما بقى فينا نلغيهم، ولكن البحر ملك المواطن لازم يكون، فلازم ينلقى حل، ولازم توصل هيدي الضرايب لاعلى حد ممكن حتى يحسوا هالاشخاص المعتدين انه هن عم ياخذوا من درب المواطن ويدفعوا حق هيدا. مع انه منا ضرايب كافية في كمان، منا كافية، لازم تكون اعلى بكتير، ولازم نسبة الضريبة التصاعدية تكون اكتر بكتير، لانه حرام المواطن العادي يلي بيطلع 500 دولار بالشهر يدفع ضرايب مثل ما عم يدفعها يلي بيطلع الاف دولارات بالشهر. على كل حال نحن رح نتابع بحوارنا، خلص الوقت لهيدا العنوان والمحور الثاني من النقاش، بدنا نضطر ناخذ بريك وبنرجع منتابع
حوارنا مع ضيفينا، خليكم معنا. منتابع حلقتنا وبدنا ننتقل للمحور الثالث والعنوان الثالث. رح بلش معك جمانة اليوم، المرأة في السياسة. يعني عم نسمع لحضرتك ولكتير نساء بيتعاطوا بالشأن العام بس للأسف مش أخذة حقها بالبرلمان. شو أهمية وجود المرأة بالمجلس النيابي إن كان اليوم أو من امبارح، مش بس من اليوم، لتقدر تعمل تغيير إيجابي بلبنان؟ عم نشوف بقطاعات بتوصل لمراكز الأولى وعم نشوف قديش فعلا تؤثر وتحدث تغيير. برأيك قادرة تخرق هذا النادي الذكوري بامتياز بالمجلس النيابي؟ هلا خليني ارجع لسؤالك الاول، قديش مهم دور المرأة بالحياة السياسية؟ انا بالنسبة لي هيدا السؤال، قديش مهم وجود المرأة بالحياة؟ نفس الشيء، لانه انت عم تحكي عن نصف المجتمع مغيب تماما عن كذا مجال، ولكن هلا عم نحكي عن تغييبه، وهي تغييبة لنفسها مش بس تغييب المجتمع الذكوري، لإلها لازم نعطي كمان نحملها مسؤولية هذا الغياب. معيب بالنسبة لإلي يكون في بس 3-4 نائبات بالبرلمان ببلد مثل لبنان، هالقد يدعي الانفتاح، يدعي الديمقراطية، يدعي الحداثة، بيقول انه المرأة في عندها حقوق واصلة فيها اكثر بكثير من غير بلدان عربية، بيربحها جميلة كثير. هيدا الشيء كله يعني كلها شعارات سطحية، ولكن لا تمت الى الحقيقة بصلة، لا تمت الى الواقع بصلة. طبعا المرأة عندها دور ودور أساسي، ولكن مش بس المرأة. يعني أنا بحب أنه نوصل لوقت نتخطى فيه هذا الكلام ونقول قديش الإنسان النزيه والقادر يلي عنده كفاءة عنده دور يلعبه بالحياة السياسية بلبنان، لأنه هذه الحياة السياسية صارت معفنة باللبناني، بحاجة لدم جديد، أكان هذا الدم جاي من نساء أو من رجال مختلفين بدهم يقدموا شيء لهالبلد وتعبوا من هالبلد. أنا كتير بزعل أنه أولاد اثنين سافروا ليعيشوا برات لبنان، بزعل لأنه بيقولوا لي لشو بدنا نرجع، بدي يوما ما يقولوا لي نحن بدنا نرجع على لبنان. وعلى كل حال يمكن المرأة مثل ما قلت، سواء المرأة أو الرجل، هن هيدا الدم جديد بالبرلمان. اليوم حضرتك مرشح عن دائرة كسروان وجبال، طب اليوم إذا مرأة وقفت بوجكم وقدرت تخرق وتفوت على البرلمان، تلقون أنتم الرجال التحية لهذه المرأة؟ أول شيء أكثر من هيك بشجعها وبقلها أنا بوافق معك 100% جمانة. نحن عندنا مشكلة كتير كبيرة بلبنان، أنه بالقطاع العام وبالحصل المنتخب منه ما في تمثيل نسائي، مش بس ما في تمثيل نسائي، ما في تمثيل حقيقي للنجاح اللبناني. وانا بعتبر ان الست والمراه اللبنانيه نجحت اكثر حتى من الرجال. اليوم صوره المراه اللبنانيه بالعالم، صوره الاناقه، الذكاء، الابداع، انا بقول لكم بس بالطب شو عامل النساء المراه اللبنانيه، بس طلعوا كم حكيمه وكم حكيم عم يتخرج. انا بخبركم من اندفكو مؤسسه صناعيه، داش كل ست داش مهمه، ونحن على فكره ما بنفرق بقى، يعني انا هذه عالم جديد بنفكر فيه بالمنصب الاول رجل، لا ما بفكر فيهم ابدا، حسب الشخص كفاءته. برجع بقول لك بالمدارس بالجامعات ده عندنا معلمات وده عندنا معلمين رجال ونسوان. بقى مش عم بفهم ليه ما في ذات الشيء بالقطاع العام وبالمجلس النواب، الا لشغله وحده بقول لك، لانه نحن عندنا مشكله كثير كبيره. النجاح الموجود بالقطاع الخاص وبالعالم اليومي منه ممثل بمجلس النواب، ومنه من هيك في هو كثير كبير اليوم بين اللبناني ولبنان. لبنان ما بقى يشبه اللبنانية، واللبنانية ما بقى يشبه اللبنانية. شو مصر على هالمقاربة؟ بتصور أنا الست رح يكون هي أول علامة، كمية الستات بمجلس النواب هي أول علامة لهالفرق. أحسب أن أخذ من وقت جمانة، رح يكون معك نساء بالليحة؟ أكيد أكيد، وبتشرف. هلأ أنت أخذتي لي خلينا، ولكن برجع بقول لك شغلة، بس هيدي بتعطيك إياها، أخذتي لي الفكرة. فإذا الجواب عندي، بس قبل ما أقول الجواب بدي أقول شغلة كمان. نحن هلأ جايين على انتخابات نيابية، ما عنا كوتا، كتير مهم هلأ، يعني احنا تحت رحمة قديش الأحزاب أو التحالفات رح هي تاخد مبادرة بهذا الموضوع. ومن هالمنطلق بعتقد مش مقبول بقى حجة أنه ما في
نساء كفؤات قادرين انهم يترشحوا. ومن هذا المنطلق ايضا استاذ نعمت بتوقع منك ما تكون على لائحه ما تكون 50% نساء و50% رجال، اذا كان مزبوط هذا هو الموقف تبعولك. انا بدي بدأ الجرس بعد بس لعلي معلي هيدا الدبابة هدي تيب بس ايه. وقت اسقاط الكوتا يعني معروف انه النية بدون يسكروا الباب على المرأة. لا انا اللي قلك مزبوط، انا بعتبر هيك جواتي انه الكوتا اهانة للمرأة. لا لا بس هي مرحلية اللي تعطيني حق رد عليها مرحلية بهدي اللي بقيت له طالما في الطاوات ايه. بعض بس خليني قلك انا بعتبر المرأة مثل الرجل، وانا بدي شجع المرأة تقول لي هي انه انا بقدر اجيب 500 صوت لانه النساء رح ينتخبوني، ولانه انا عائلتي رح تنتخبني، لانه انا الناس اللي لاحقيني بفكري رح ينتخبوني، وعلى هالاساس انا بدي ساعدها تتكون هي ممثله لانه انا بحاجه لها. وهي اللي بدي اقول لكم اياه، المراه مثل ما هي بالصناعه مثل ما هي ولا مره حطوا كوتا كم طبيب في المستشفى مره، ولكن انا بقول لك اليوم في نسوان اكثر من رجال اطباء بلبنان، في محاميه وفي قضاة اكثر من نسوان اكثر من رجال، وما حطوا كوتا لانه المراه، وانا عم بحكي باسم المراه هلا، هي مش ما تواخذيني يعني انت مراه وانا رجال، بس انا بحكي باسم المراه، انا بحكي باسم الابداع والنجاح، انا مش بحاجه لحدا يدعمني بواسطه وبكوتا لانه مش قادره المراه تجمع انا الا وقت بقل من 10 ثواني. بس بدي اقول لك شغله، المراه ما انا بحاجه تشجعها وتساعدها، هودي كلمات نحن دائما بنستعملهم، هيدي كلمات فيها شيء من الاستقواء على المراه حتى لو واحد ما قصده هيك. ثاني شغله، ثاني شغله بس نيته طيبه هو بعرف، بس انا عم اقول لك على اللغه انه بنساعدها ومن شجعها انه حرام. لا تاني شيء الكوتا صحيح هي اهانه، بس اهانه بلبنان سنه 2040 مش هلا كثير اهانه، بس قبل بدنا نمرق فيها الاهانه الاكبر وقت سقطوا الكوتا النسائيه اللي هن كلهم مننونا انه هيدي مرحليه ونحن مع المراه، ولا المراه بالاحزاب خليهم يثبتوا إهانة بس ما اثبتوا هيدا الشيء. نحن انتهى هيدا المحور، اخذ وقت وبده نقاش اكيد اكثر بكثير لانه موضوع كثير مهم. بس يمكن هالقد الرجال بيغاروا بيخافوا من قوه المراه لا. ومن نجاحها. انا بقول لك شغله، انا ناطرين، وانا بعتبر نجاح القطاع العام في لبنان والانتخابات بلبنان ومجلس النواب هي بس في مرأة 50%. مرأة لا ترس المقعد، لأنه هيك صار بالصناعة وهيك صار بالمستشفيات وهيك صار بالجامعات. بدي انتقل للمحور الرابع، بس شرط أنه ما تكون مرأة عم تورط المقعد بسبب شهادة وبسبب وفاة، لأنه للأسف هيك عم بيكون بلبنان. مش بس المرأة، الرجال كمان هيك، بس أنه بما ينطبق على بما ينطبق على المرأة. صح. بدي انتقل للمحور الرابع، بدي بلش من عندك أستاذ نعمت. البرنامج الانتخابي هلا سمعنا جزء منه من قبلك ومن قبل جمانة، شو الملف يلي فعلا رح يكون هو بسلم أولوياتك ببرنامجك الانتخابي في حال وصلت للبرلمان؟ أصلا رح يكون عندك برنامج انتخابي لأن كل المرشحين تعودنا بيقدموا زفت وخدمات وبيرهنوا للناخب، بيصير الناخب مرتهن بالأصوات لإلهم. هلا أنا كان عندي فضل. أنا مشروعي الانتخابي بلش قبل ما ترشحت من 3 سنين، اللي هو مبادرة لبنان الأفضل الاقتصادية الاجتماعية السياسية. وهلأ بالتحديد مع هالموسم الانتخابي شعاري هو الإنسان أولا، لأنه اعتبرت أنه هدف السياسي كله هي تطوير حياة الإنسان. كيف؟ هدف بخلق فرص العمل، بتطوير مستوى الحياة، بحماية الاجتماعية، بالبنى التحتية. أنا بعتبر الإنماء اليوم في كسر، خاصة أنا عم مثل كسروان جبال، كسروان وجبال محرومين، طريقنا بتعرفي كيفيه بتاخذي 3 ساعات لتوصلي مستشفياتنا، ما عندنا مستشفى بالجرد، ما بموتوا الناس بكسروان بالجبل، كم حادث سير للاسف 400 قتيل انجبار واحد شخص مثلي بس لاني ناشط اجتماعي اذا بدك تسميني او مدني، طلع الصرخه انه 400 قتيل ب10 سنين على طريق جبل كسروان، ده حدا فكر يعملوا فاصل على الطريق؟ يا عيب الشوم، اكبر جبهه بلبنان ما راح فيها 300 قتيل، سوق الغرب ما راح فيها 300 قتيل بسنتين. كيف نقبل ننطر 10 سنين تنفكر نعمل فاصل؟ كله هيدا ببلش بس تحط الانسان اولا. نحن للاسف الويل لنا لانه صار الانسان وسيله، صارت السياسه هدف. نحن بالقلب بدنا نقول، وهذا مشروع الانتخابي، لا السياسه بخدمه الانسان. السياسه ما بتتحاسب الا اذا طورت حياه الانسان ونمت الانسان وخليته يبدع ببلده بلا ما ينجبر يسافر. رح يكون عندك برنامج انتخابي تواجهي فيها يعني المحادل، تواجهي فيها الوراثه، تواجهي فيها الزعامات التقليديه. طبعا عم تحكي عن بيروت،
طبعا انا موجود من سنة الماضيه وقت كان بده يصير في انتخابات بايلول، وكثير سعيده عم بسمع استاذ نعمات لانه عنوان برنامج الانتخابي من اجل دوله انسانويه عادله مدنيه تنمويه، هودي الثلاث نقط اللي يقوم على ماذا بالنسبه بالتفاصيل لقلي. تقوم اولا على الانسان اولا، بمعنى تعزيز حقوق الإنسان بلبنان، لأنه في كتير غبن لاحق بالأقليات، وأنا دايماً بقلهم أنه مش صدفة أنه أنا المقعد الوحيد اللي فيه أترشح عليه هو مقعد الأقليات، ولكن مش بمعنى العدد أو الطوائف يلي منا ممثلة مسيحياً، بمعنى الأقليات يلي هي بالحقيقة الغالبية بلبنان، يعني كل الفئات يلي هي مغبونة مسحوقة تعاني بتقول أخ، ونحن يعني أكثر من 90% من البلد. فالإنسان أولاً، العدالة الاجتماعية كتير مهمة بالنسبة لإلي بهالموضوع، طبعاً في جزء بده يروح على موضوع المساواة، موضوع الشغل على قوانين عديدة تتعلق بالمرأة وبالطفل وبالعامل الأجنبي بلبنان، وأيضاً طبعاً كمان الجزء الدولة المدنية، لأنه أنا بعتقد أنه معيب جداً نضلنا عم نشتغل على أساس هالكعكة الطائفية. أنا مخجولة أنه أنا مرشحة بنظام انتخابي قائم على هالمنطق، ولكن ما في حال، بدك تفوتي لتقدري تغيري. أستاذ نعمت، هيدي البرامج كتير حلوة، البرامج الانتخابية، بس قابلة أنها تتحقق ببلد مثل بلدنا بالتركيب اللي عنا إياها، بمواطن تعود على هيدي الثقافة ومش قادر يغير؟ تنكون واقعيين. أنا بقول لك شغلة، إيه، لأنه شو الخيار؟ الخيار إفلاس. الخيار انحلال، انحلال لبنان. أنا عم قلك بكل صراحة مع المواطنين اللي عم يسمعوني هلأ، مع جمانة اللي عم تسمعني، نحن إذا ما استنفرنا هلأ هذا البلد بقى شو لقلنا؟ لقلنا مين؟ نحن اللي منفكر هيك، مش عم بحكي مسيحية، مش عم بحكي إسلام، مش عم بحكي رجال طبعاً، ولا نسوان. هيدي الأقليات الفكرية، هيدي هي الأقليات اللي عم بحكي عنها. هيدا انها فلو لبنان الحلو، لبنان المنتج، لبنان الفعال، لبنان الخلاق المتقدم النظيف، وين هو اليوم؟ لبنان البشع، في مساحة خضراء، جبل حريصة امبارح قصوه وعملوا بيت فيه، امبارح مش ست اشهر. لبنان البشع، لبنان الوسخ اليوم، لبنان عجقة السير، لبنان كله على الشبر اللي ما بيشبه الهوية اللبنانية. اضرب احتراف بنشوفه اليوم بالقطاع العام. اليوم بس تقولي انت بتستاجي تفوتي على تاخدي شهاده انه هيدي، والله انا رفيتي على مستشفى حكومه بدي اعمل عمليه سيزاريان للاسف، مع انه لبنان كان هو مركز الاستشفاء بقشر الاوسط. طب فعلا يعني اليوم مثلا عم بيعطي هيدي الامثله، طب انت مثلا ببرنامجك ببيروت رح تقدري تقنعي الناخب البيروتي مثلا اذا بدك ترجعي تعملي دار اوبرا؟ يعني معقوله ما في مسرح بيحترم نفسه بعاصمه الثقافه؟ ليش ما بدي اقنعه؟ نحن دايما عم نعتبر انه المواطن اللبناني غير جاهز لهالتغيير، بالعكس انا بحسه هلا تعود على الزبائنيه وعلى الرشوه، وانه تعب يضلوا تحت عباءه الحزب والسياسه والطائفه والمذهب. هودي اقليه، هودي السلطه والحواشي تابعين لهم، ولكن المواطن اللبناني الحقيقي صدقيني تعبان وبده تغيير، وطالما نحن عم نقول ما فينا نعمل شيء وكيف فينا نوقف بوجهه، ما رح فينا نعمل شيء، بس اذا انا ونعمت وكم شخص بيفكروا بهالتوجه وبدهم الإنسان أولاً وبدهم مصلحة لبنان أولاً قدروا خرقوا وفاتوا على المجلس، تتخيلي شو فينا نعمل جوا؟ منا هالقد صعبة. أنا بقولهم دايماً ورا البرداية ما في حدا معنا، في أنت وأنت وضميركم، هالورقة حطوها حسب ضميركم، ما بدها شيء كتير هين، بس هالقد واسقة جمانة من انه قدرتكم لتوصلوا وتغيروا؟ طبعا بدك تقني عم بتفاعل الشارع معك، عم بتفاعل الشارع معكم. انا بقول لك انا كتير عم بتفاعل الشارع معي، وعم شوف انه وعم حب اكثر واكثر اللبنانيه. انا كل عمري فخور باللبنانيه، وكنت شوي مستحي بلبنان، انا عم اقول لك صرت فخور اكثر واكثر من اللبنانيه، وعم بعتبر بيستحقوا بلد احسن من هيك. نحن فينا نعمل فرق في هل هو بين لبنان واللبنانيه، بدنا نردمها. مهم اذا نردمها نحن يلي مستعدين يتركوا كل شيء، ومش لانه هربانين من شيء، نحن ناجحين بحياتنا، نحن مبسوطين بحياتنا، نحن عندنا استقرار عاطفي. هيدا الاسبوعي بالنسبه لنا خلص هيدا المحور، بس اذا بنحب هذا البلد بدنا اياه يتغير.
فقط لغير. خلص الوقت لهيدا المحور، بس ان شاء الله حتى لو اذا يعني اكيد ان شاء الله لا، بس اذا ما وصلتوا للبرلمان ان شاء الله ضلكم هيك بهالزخم وتشتغلوا. نعم. مش بس خدمه للوصول للمقعد، انما لا لانكم تؤمنون بالتغيير. لانكم تؤمنون بالتغيير بركه يوما ما بيوصل هالتغيير. بدي انتقل للمحور الخامس والاخير، بدي بلش من عندك جمعنا اليوم، كيف فينا نحن نواجه مظاهر التشدد؟ وفي بعض العادات يلي كانت بعيدة عن ثقافتنا عن المجتمع اللبناني، بتروحي على منطقة مع أنه نحن مجتمع متنوع، يعني لازم نقبل بعضنا. ببعض المناطق في منع بيع الكحول، بيع المشروبات الروحية، في بعض المناطق تفصل مجالس النساء عن مجالس الرجال، يعني صرنا ما عم نشلح ثيابنا او ثوبنا اللبناني. تفضلي. اول شيء انا ما بقول في ثوب واحد لبناني، وهيدا جمال لبنان، في كثير اثواب لبنانيه وهيدا حلو نحافظ عليهم، في مزيك لبناني، في مزيك، ولكن دائما التشدد يولد في البيئه الفقيره المهمشه اجتماعيا التي ينتمي اليها اشخاص بحسوا انه ما عندهم اي عزاء فيلجؤون إلى الدين بمظاهره المتطرفة بغية إيجاد عون أو دعم أو عزاء. ولا مرة رح أقول لك إخراجهم يتم بطريقتين برأيي. أول شيء إخراجهم يتم بتحسين مستوى المعيشة بلبنان، يعني ما يعود فيها الأد في بؤس، تقديم ضمانات اجتماعية، مستوى الحماية الاجتماعية اللي بتأمنها الدولة اللبنانية للمواطنين شبه يعني معدوم. ما في حماية اجتماعية، لما هن بحسوا حالهم محميين اجتماعيا بتصير تقوى عندهم القومية الوطنية بدل ما تقوى عندهم الغريزة الدينية. من ناحية تانية الدولة المدنية مهمة، والدولة المدنية ليس فقط في المؤسسات تبعولها وفي قانونها، ولكن أيضا في طريقة تنشئة الأجيال الجديدة. عم تطلع الأجيال من هي وصغيرة مغسولة دماغها طائفيا ودينيا، وهذا الشيء لازم ينشغل عليه بالمدارس وبالبيوت. أستاذ نعمت، كيف ممكن فعلا مواجهة هذه المظاهر بإعادة لبنان إلى ما كان عليه بالعصور الذهبية؟ مزبوط. أول شيء أنا وافق معك جمانة كتير وبهنيك على هالرسمي. تطوير حياة الإنسان، الدخل الفرد، دخل الفرد القومي كتير مهم بهذا الشيء، وتوزيع الثروة بطريقة ذكية أساس بمكافحة هالنوع من المناظر. ولكن الشغلة الثانية هو التزام الوطن والمواطن، هالعقد الاجتماعي الوطني بين الوطن والمواطن، بدنا نقويه أكثر وأكثر للمواطن يصير يقول أنا بي وأمي هو لبنان، مش بي وأمي، أمي هي طائفتي، ولا هي الحزب يلي عم يستغل هذا الموقع، أو الزعيم الفلاني أو الزعيم. ومجرد ما يصير هالشي، لأنه أنا هالمناظر ما بحسهم لبنانية، أو بحسهم هالمناظر هالمظاهر نوع من ملجأ لهالفقير والضعيف، يعني ما شاف بدولته شيء، التجأ لشيء تاني. صح. وللأسف كان في زمن بالشرق، زمن أصوليات بآخر 10 سنين مع داعش، ما تنسوا داعش بداش بعيدة عنا وقبل القاعدة وغيرها. فإذا هالمناظر هو بتصور علامات الزمن يلي بسرعة كتير أنا مناظر اللي حيروحوا من بعد ما شفنا هالمنظر القبح، وأنا بعتبره نوع من صحوة الموت للأصولية في الكون. من عقل 5 سنين داعش كانت صحوة الموت، هالقرف اللي شفرجونا إيه صار مستحي كل شخص يقول أنا حتى ما إذا شكيتي فيي أنه أنا أصولي أو متشدد صرت استحي إذا فيني شوية عقل. هذه صحوة الموت. أنا بنظري رح تتغير، والأيام اللي جاية حيرجع لبنان صورة البلد المزيك ومركب على بعضه بطريقة إيجابية حتطغي على هالتقوقع الأصولي في العالم وبلبنان كمان. شو تعليقك؟ أنا بس بدي أقول إنه هذه الأصولية اللي حكينا عنها يلي بينت آخر 20 سنة أو آخر 10 سنين هي كمان نتيجة بالعالم العربي، حتى نتيجة كل خيبات الأمل بالأنظمة السياسية اللي كانت حاكمة بالعالم العربي. وقت التغيير ما تغيرت رجعت لورا بالضبط. ما هو تسمى ثورات ولكن ما لها علاقة بالثورات، ولكن لأنه كان الدين هو العزاء الوحيد لهالشخص الجوعان. نعم. المعتر المقموع يلي يفتقر إلى أدنى
عندنا مكونات الحرية والأمان الاجتماعي أكيد بده يلجأ للدين. فلما أنت بتعالجي هذه المشكلة وأيضا يجب التصدي للأحزاب بلبنان القائمة على إيديولوجيا دينية لأنه مش مفروض أنها تكون موجودة ببلد مثل لبنان. ما للأسف حتى بعض الأحزاب يلي بتقول أنه هي علمانية بس من خلال الاصطفافات اللي بتعملها كلها مخبية بتياب الدين والطائفية. أول شيء أنا بدي أقول أنه للأسف بالخمسين سنة قبل هالثورة الطائفية اللي صارت بالمنطقة للأسف العلمانية كانت أداة للديكتاتورية وهذا شيء معيب. الهروب من الديكتاتورية راحت على هالأصولية. أنا بعتبر الهروب من الديكتاتورية مش الأصولية، الدولة المدنية، العلم والتطور والدين المحترم للآخر والدين اللي علاقة الشخص مع الله ولكن ليس دين ومؤسسات مع بعض. أنا هون بقول لك الأحزاب يلي مبنية دينيا هي كانت ردة فعل حتتطور هي بحد ذاتها أنا بنظري وتخلق هالبلاتفورم الجديدة يلي بدها تفوت الإنسانية في الشرق إلى العهد التنويري اللي صار فيه بالغرب يلي العلم صح المبادئ الإنسانية المحبة الحقيقية والإيمان الديمقراطية الإيمان وحقوق الإنسان مش الإيمان المتزمت وفصل وأنا ضد الدين. وأنا ضد وأنا ضد الليسيتي إذا بدك النيجاتيف يعني موجود بالبلدان. أنا مع أو ليسيتي بس أنا مع العلمانية الإيجابية يلي بتقول الدين شغلة منيحة وشغلة حلوة بس عشان مظبوطة بس هي حرية شخصية حرية شخصية ما لها علاقة بالقوانين الدنيوية ومسار الحياة ما لها علاقة بوضعك كمواطنة. على كل حال هيدا كله بيتأمن إذا كمان بتأمن الحياة الكريمة للمواطن يعني بتعطيه ضمان شيخوخة بتعطيه دعم بتأمن له فرص عمل مدارس رسمية مثل الخلق مدارس الرسمية بلبنان كنا نحكي عن مدارس رسمية عند مستوى هلا افرغت ليش الجامعة اللبنانية كيف افرغت انتهى نحن وقتنا يعني رجعنا فتحنا هلا طرحنا عناوين هي كمان قابلة انه للحوار اكثر. لا بدي اقول لك فيك تفتخري في بعض المدارس ولكن ليس كل المدارس الرسم التعليمي بلبنان هو يلي استوعب 300 اكثر من 300 الف طفل سوري. لازم تعرفوا كل العالم عم يشهد لهالواقع انه نحن اليوم التعليم اللي عم نعلمه لابنائنا وانا بطلق وانا عندي كل دول العالم عم لازم نعلم لبنان مستوى لازم نعلم التلميذ السوري في لبنان تاريخ لبنان. انتبهوا انا بدي من هالمنبر بدي اطرح صوت السوري بسوريا عندهم فكره عن لبنان غلط بيعتبروا سوريا لبنان مش لازم يكون موجود. انا بنظري بدنا نستفيد من هالفرصه يلي موجود السوري في لبنان نعلمه تاريخ لبنان تيعرف تاريخ لبنان. خلص وقتنا خلصت حلقتنا بس خليهم يتفقوا خليهم يتفقوا تاريخ موحد عن لبنان بالمدارس منو مزبوط هذا برأيي. أنا بدي أشكركم أنا بآمن بفخر الدين مؤسس الزمن أنا بآمن بفخر الدين مؤسس لبنان. أنا بدي أشكركم على كل حال تيتفقوا على كتاب تاريخ موحد بمناهج التربوية جمانة حداد. أنا بدي أشكر حضورك لليوم شكرا على هيدي الحلقة فعلا يعني بعد في مواضيع طرحتوها بالآخر كنت تستدعي كمان مزيد من النقاش. شكرا أستاذ نعمة فريم ولكن للأسف هيدي قواعد البرنامج انتهى وقتنا والوقت محدد لكل إجابة. شكرا لمتابعتكم مشاهدينا برجع بلاقيكم بحلقة مقبلة الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.